اوهايو غوزايماس، صباح الخير. سؤال دائما ما يتكرر، ليش اليابانيين ما يعرفون انجليزي؟ او بمعنى صح، ليش الشعب الياباني يعني ما يتكلم انجليزي؟ تواجه صعوبه. طبعا السبب يرجع الى ان اليابان في فتره تطورها وازدهارها اللي بدت في عام 1868 في عهد ميجي، كانت تاخذ كل وسائل التطور والتكنولوجيا من الغرب وتحولها إلى اللغة اليابانية. يعني المصطلحات الأجنبية ما كانت تدخل إلى اليابان حفاظاً على هويتهم الثقافية، والكلمة اللي ما يلقون لها معنى في الياباني يخترعون لها كلمة يابانية تحل مكانها. فالشعب الياباني معتز حيل في لغته، فلذلك ما كان يستخدم المفردات الأجنبية في التدريس. لقيت نقطة أخيرة لابد أن نوضحها، ترى التطور ما له أي علاقة باللغة أو تعليم اللغة. اليابان من أقل الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، ومع هذا هي دولة متطورة ومتقدمة. والفلبين من أكثر الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، صعبة صعبة تحصل فلبيني ما يتكلم الإنجليزي، ومع هذا هي دولة متأخرة ولا تتقارن في اليابان أبدا. فمعيار اللغة وتعليم اللغة ما هو مرتبط في التطور والتقدم والذكاء، وأكبر دليل اليابان. تقاطع شيبويا واحد من أزحم التقاطعات في العالم، وفي العاصمة اليابانية طوكيو يعبر هذا الشارع والتقاطع حوالي من 1000 شخص إلى 2500 شخص بالأحواض. الكلاب دائما ما تكون مضرب للوفاء، حتى أن البعض يأخذها من ناحية سخرية ويقول الكلاب أوفى من بعض البشر. فكل الزحمة هذه صف دور عساس تصور مع هذا التمثال، وهذا التمثال له قصة. أن هذا الكلب تركه صاحبه في هذا المكان وراح في طريقه في المحطة وتوفى وهو في الطريق، فظل ينتظر لأيام وشهور حتى مات في هذا المكان وهو في انتظار صاحبه، فوضعوا له هذا التمثال كرمز للوفاء. كثير منا سمع عن ديزني لاند سواء كان في أوروبا أو أمريكا وباقي دول العالم، لكن في طوكيو الوضع مختلف تماماً، لأن في طوكيو توجد مدينة لديزني لاند تعد الوحيدة من نوعها في العالم، مدينة ديزني سي. هذه المدينة يدخلها سنوياً أكثر من 10 ملايين زائر، تخيلوا أكثر من 10 ملايين، رقم قياسي. مدينة ديزني سي فيها كل ما يخطر على بالك من وسائل الترفيه سواء كان للصغار أو للكبار. المدينة حتى يوم أو يومين يمكن ما يكفيك لتغطيتها بسبب كبر حجمها، وتنقسم إلى 7 أقسام. القسم الأول ميناء البحر الأبيض المتوسط، القسم الثاني الواجهة الأمريكية البحرية، القسم الثالث الجزيرة المفقودة، والقسم الرابع ميناء الاكتشاف، القسم الخامس بحيرة حورية البحار، والقسم السادس دلتا النهر المفقود، والقسم السابع الساحل العربي. حتى العرب ما خلوهم بيواضونهم.
قيمة التذكرة للكبار 7,400 ين، ما يعادل 20 دينار كويتي، مقارنة بأسعار ديزني لاند أمريكا اليابان أرخص. في اليابان تجد ترابط أسري كبير، يعني تشوف بنت ماخذة أمها تدزها على دراجة لديزني لاند وأمها قاعدة تصور تصور الألعاب، على عكس بعض الدول الأوروبية أو الغربية ما تشوف هذا الشيء. كل قسم من أقسام ديزني لاند ملبسينهم لبس خاص فيهم. هذا القسم العربي، كونيتشوا. دخلت ديزني لاند في باريس، ودخلت أجزاء من ديزني لاند في فلوريدا. ديزني لاند سي في طوكيو هي الأجمل وبجدارة. هذه منطقة أودايبا، وهي شبه جزيرة فيها 3 مجمعات تقريبا. مجمع فينوس فورت عبارة عن أوتلت، ومجمع طوكيو بلازا، ومجمع أكوا سيتي. طوكيو من الأعلى، من أعلى عين طوكيو في منطقة أودايبا، وعلى فكرة أطول عجلة أو أطول عين في العالم راح تكون في مدينة دبي، وراح يكون الافتتاح في نهاية هذا العام تقريباً.